أنا راجل تخرجت من الأزهر سنة 41، ليه 50 سنة متخرج من الأزهر. المدة اللي حضرتنا في الأزهر كانت مدة خصبة. الأزهر تعلمنا فيه علوم الدين وعلوم الدنيا. يعني أذكر إن إحنا علوم الدين كان تفسير القرآن، تفسير صفوة البخاري، المنطق، علوم العقيدة كلها طالعين على مذهب الأشعري مع مذهب السلف بإيجاز، ولا شيء في هذا. القرآن الكريم نحفظه جيدا، علوم البلاغة وعلوم اللغة كنا نعرفها جيدا، علوم الطبيعة إن كان الكهربائية والمغناطيسية والصوت والضوء والحرارة والأجسام الطافية والمعادلات، كل ده وعلوم الجبر والهندسة والجذر التفعيلي والتوضيعي والحساب والمثلثات، كل ده عرفناه في الأزهر. وخرجنا كنا نبحث عن وظيفة بخمس جنيهات فلا نجد. وأنا اشتغلت، دخلت في مسابقة فيها 350 عالم، مطلوب تعيين 15 منهم فقط، وعينت في القاهرة. يعني كان، وبعدين بصيت لقيت سنة 52-53 الأزهر ألغي تقريبا. هو ألغي، يعني حولت رسالته بطريقة لبقة ماكرة، لأن الطالب يدخل الآن يقول لك أنا أطلع مهندس، أنا أطلع طبيب، أنا أطلع المحاسب، أنا أطلع إيه اللي دخلني في البتاع دي، أطلع مع الفكهة مع الشيخ الغزالي الشيخ بس لا مش عاوز الناس دول. فراحت كلية أصول الدين اللي خرجت منها، راحت كلية اللغة العربية، راحت كلية الشريعة الإسلامية، راحت كلية التربية، بقت فيها الحسنات. ولا يوجد الآن من يحفظ القرآن جيدا، ولا من يؤدي واجبه كما ينبغي. واللي ضيع الأزهر، اللي ضيع فلسطين والضفة الغربية في 6 ساعات، زعيم جد الدنيا حد يقدر يتكلم عنه. دول أمم وثنية تعبد الأصنام، أمم تعبد الأصنام، الأصنام هو المات وخلص، لكن في أصنام موجودة الآن تعبد، وقد قتلت الشعوب، وهي ما تكون ولا عليكم وأثر، لكن هي دايما الحكومات صورة للشعوب، صورة للشعوب. أتتصور أن يحصل انقلاب عسكري في انجلترا ويطلع لي ضابط بتاع 30-40 سنة لا خبرة له في شيء يقول لك أنا الحاكم بأمري في البلد ده، ما إذا وجد إذا اتغدى ما يتعشاش، لازم يقتل في يومها. انجلترا أو فرنسا أو فلا لا تسمح بهذا أبدا أبدا، لكن في العالم العربي يسمح بهذا.